مساء الخير اهلا بيكم في برنامجكم الحكيم في بيتك كلامنا النهارده مش عن مرض بالظبط لكن عن عرض ممكن يعتبر مؤشر لامراض كتير او حتى جرس انذار ينبهك للخطر واحنا للاسف بناخده على سبيل التريقه والسخريه وبنطلع بنطلع كمان نكت عليه لكن هو في الحقيقه اخطر من كده بكتير كلامنا النهارده عن الشخير اللي هو مش مجرد صوت مزعج بيعمله الشخص وهو نايم لا الشخير ده بيحصل نتيجه انسداد جزئي في مجرى الهواء اللي في بعض الاحيان ممكن يسبب انقطاع في التنفس للشخص النائم في اي وقت خاصه اذا كان الشخير ده صوته عالي في الحاله دي ممكن تحصل عواقب وخيمه على صحه الانسان زي ارتفاع ضغط الدم اضطرابات في القلب السكته الدماغيه ده غير الشعور بالتعب والارهاق وضعف التركيز طول النهار وكمان ممكن يسبب ضعف جنسي شفتوا انه مش مجرد صوت وخلاص وزي ما بنعرض اي مرض وبنبين ايه الاسباب الشخير برضه له اسبابه اللي ممكن يكون منها اللحميه النوم على الظهر وجود التهابات مزمنه في الانف او بسبب اعوجاج في الانف واكيد زياده الوزن والتدخين ليهم دور كبير في حدوث الشخير اما عن انواع الشخير فمنهم الشخير الفمي وده بسبب التنفس من الفم اثناء النوم الشخير الانفي وده بيحصل نتيجه ضيق في الانف لاي سبب والشخير الوراثي سببه جينات وراثيه، وطبعا الشخير العادي اللي بيحصل نتيجه زياده الدهون على الرقبه كجزء من السمنه. وفي موضوع زي الشخير مش محتاج اقول لكم هو منتشر بين الناس قد ايه، بس عدد الرجاله اللي بيشخروا اكثر مرتين من عدد الستات، الاحصائيات بتقول ان حوالي 30% من اللي اعمارهم فوق ال30 عندهم المشكله دي، وبترتفع النسبه ل 40% في حالة إذا كانوا الناس دول وصلوا لمنتصف العمر كمان حوالي تسعة في المية من الرجالة و4% من الستات اللي تتراوح اعمارهم بين 30 و60 بيجي انقطاع في التنفس اثناء النوم. مش هطول عليكم اكتر من كده هنروح لفاصل ونرجع نقول لكم تفاصيل اكتر ومفاجات اكتر عن الشخير. خليكم معانا. اقسم بالله العظيم ان اراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال باذل الوسع في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله باذلا رعاية الطبية القريب والبعيد. المصلح والمخطئ، والصديق والعدو، وان اثابر على طلب العلم واسخره لنفع الانسان. وان اوقر من علمني، واعلم من يصغرني. واكون اخا لكل زميل في مهنه الطبيه. وان تكون حياتي مصداق ايماني، في سري وعلانيتي. نقيا مما يشينني امام الله وامام الناس. والله على ما اقول شهيد. اهلا بيكم مره تانية نسبه كبيره جدا مننا بنعاني من صوت الشخير المزعج سواء احنا اللي بنطلعه او احنا عايشين مع حد بيشخر المشكله في احيان كتير اللي بيشخر نفسه ما بيبقاش عارف ولا مصدق اللي حواليه بيقوله له واحنا النهارده هنقول لكم ازاي تعرفوا من غير ما حد يسجل لكم ويسمعكم بعد كده برحب معاكم النهارده بالدكتور احمد ياسين مدرس الانف والاذن والحنجره في جامعه اسكندريه واستشاري جراحات علاج الشخير اللي هيفك لنا شفرات الموضوع ده كله ويفهمنا كل حاجه عنه مساء الخير يا دكتور الحمد لله و... على السلامه تجي لنا من مخصوص اهلا وسهلا فهمنا بقى سيدي من الاول ايه هو الشخير ده بسم أه الله الرحمن اولا الشخير صوت صوت ذبذبه بيطلع اثناء النوم ايوه أه بيطلع اثناء النوم اول لما العضلات تبدا ترتخي الصوت ده بيحصل لما الهواء يعدي في مجرى التنفس ومجرى التنفس يبقى ضيق ايوه ممكن مجرى التنفس يبقى ضيق نتيجه ارتخاء العضلات بتاعه البلعوم مسار الهواء اللي فوق او يكون في اساسا سدد في مجرى التنفس دهوت ومجرى التنفس دهوت يزيد السدد لما الانسان يبدا ينام وترتخي العضلات دي أه. كل ما الصوت يعلى كل ده معناه ان الضيق في مجرى التنفس دوت عالي. ايوه. كان زمان يقولوا مثل ده نام مشخر معناه ان هو يعني ايه نايم نوم سعيد ومبسوط. م. بس هو اكشولي نام مشخر ده معناه ان هو في حاجه م. سد النفس وهو تمام. وهو بيتنفس. تمام. يعني هو الانسان ممكن انا يعني لاحظت يعني لما حد من الاولاد دي مثلا يبقى عنده زكام او نزله برد ابص الاقيه صوت شخيره علي بعد ما يخف يروح. <applause> طيب امتى بقى انا اعتبر الشخير في حد ذاته ده مرض او حاله محتاجه تدخل بالظبط هو اي صوت بيطلع اثناء النوم مش لازم نعالجه يعني لو واحد بيشخر يعني صوت يعني عندنا برضو على الشاشه شرح بسيط كده آه. ديجرام بالظبط هو <applause> ده زي ما قلنا ان هو الانسان الطبيعي لما بيجي ينام بيبقى فيه تون تون دوت معناه ان العضلات اللي بيبقى فيها قوه شويه آه آه. تحافظ على مجرى التنفس مفتوح العضلات لو... مشدوده اه لو رخرخت ابتدى يضيق مجرى التنفس والهواء يعدي في مكان ضيق زي ما هو باين كده فيعمل الصوت يحصل الزبزبه في سقف في الحلق او في اللسان او في اي حته في مجرى التنفس ويؤدي الى الشخير الصوت تمام ساعات بقى الموضوع يزيد عن كده هوت ان الضيق ده هو يتحول الى انسداد كامل في مجرى التنفس. ايوه في الحاله دي الانسان يبطل يتنفس، الهواء ما يخش يتوقف التنفس. توقف التنفس. اللي بنسميها الابنيه. الابنيه او اللي هو اختناق او انسداد التنفس اثناء, أثناء النوم. اثناء النوم، دي حاجه خطيره. ودي حاجه خطيره ده دي ده مرض بقى ده ده بقى, بقى مرض بقى وحاله حاله تخوف يعني. بزبط. طيب ازاي انا بقى اعرف ان انا بشخر ومحتاج علاج انا لما بنام ما بسمعش نفسي بالظبط ويفرض حتى ان انا عايش لوحدي ما حدش بيشتكي مني يعني طب ازاي اعرف؟ بالظبط هو يعني مش اي صوت يطلع اثناء النوم ده بيحتاج علاج. مم. يعني احنا بنعالج بس اللي احنا بنقول عليه يعني بالانجليزي سوشيالي disruptive سنورينج اللي هو الشخير الذي يؤدي الى مشاكل اجتماعيه. يعني اللي يوصل للطلاق يعني يوصل للطلاق <applause> يوصل ان يعني انا شفت ناس فعلا الراجل مثلا مراته فعلا بتنام في اوضه تانية ما بتقدرش تنام جنبه لان يقال ان في بعض الناس لما صوت الشخير بيبقى عالي قوي بيوصل الصوت زي صوت الدريل اللي هو بتاع الارض اللي بيحفروا بيه في يا الارض الصوت كأنه كأنه شنيور كأنه شنيور فما فيش حد يقدر ينام بيه <applause> يعني الحقيقه الواحد كلنا بنشخر لكن لما بيجي سبت الموضوع بنضحك آه. بالظبط آه. هو هو بيتاخد يعني بيبقى موضوع آه. كوميدي فعلا شوية. آه. بس فعلا في ناس بتبدا تشتكي ان هو مش عارف انام آه. جنب اللي جنبي حتى احنا بنقول بصوره كوميديه احنا بنعالج المريض اللي بيشخر مش عشانه عشان اللي بينام عشان اللي حواليه هو مش سامع نفسه هو نايم بالزر. اكيد طبعا غير بقى الا بقى لو حد بقى ابتدى يشتكي يقول له انت على فكره من تم إنت بتشخر قوم قاعد راسك حاجات زي كده فيبدا المريض يجي هو يقول انا الموضوع بقى محرج بالنسبه لي بركب طياره انام شويه اشخر اركب اروح اه كنت بشوفها في القطر كمان بالظبط القطر اه فدي بتبقى خلاص بقى المريض نفسه بيجي بيقول انا سايكولوجيكالي انا عايز انا, أنا تعبان اه او انه الموضوع يبدا يتحول من شخير سيمبل simple, simple snoring اللي هو الشخير البسيط بسيط. إلى مرحلة الانسداد في التنفس أثناء النوم ينقطع نفسه ينقطع نفسه آه. بقى. ودي في الحالة دي دي خطر لأن وده, وده بيصحيه من النوم ده بيصحي من النوم آه. يؤدي أن الأكسجين بيقل قوي في جسمه وثاني أكسيد الكربون يعلى لغاية مرحلة زي ما شوفنا في الفيديو كده أن المخ لازم يصحي البني أدم يعني لازم يصحى لازم يصحى يعني ما, 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 ما مش ما مسجلش أن حد يتوفى من نوبه من ديت اكشوالي دي. اتسجل لسه تسجل. قريب من قيمه ثلاث شهور ممثل مشهور في كندا انا مش متذكر اسمه بس هو في الصحف كانت مكتوب كده ان هو ده مات ب... دخل نام واتخنق ومات, ومات. من سد التنفس ومات ومات ملحقش يقوم ياخد نفسه ملحقش يقوم ياخد نفسه ليه؟ لان احنا لما بن... بنشوف الناس دي وهي نايمه وبنسجل لهم بنلاقي اثناء الاختناق ما فيش هواء داخل وخارج أيوة. الاكسجين بيقل ضربات القلب تبدا تبطأ, تبطأ 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 ممكن تتوقف آه. هو لما بقى بيصحى ترجع ضربات القلب تسرع تاني ويبتدي يسرع تاني بيصحى ويصحى. نتيجه نقص الاكسجين دوت بيصحيه بيصحي بينبه يمكن المخ او كده بالظبط طيب فبتدي يبدا يصحى ده اكشولي هو حاجه حلوه ان الانسان صحى بس حاجه وحشه ان هو طول الليل ما نامش يعني ما نامش يعني يعتبر ما يقوم ويقوم اه حاجه مزعجه جدا ومؤثره على الصحه، يقوم الصبح ما عندوش طاقه، ما عندوش يقوم مصدع حتى، احنا شفنا ناس كتير بيجوا يشتكوا بيفتكروا الموضوع مشكله في الجيوب الانفيه عنده صداع صداع مم. صداع ونيجي يعني ندور في الجيوب ما نلاقيش مم. مشكله، لكن هو المشكله ان هو ما بينامش كويس بالليل، زي بالظبط اللي يعني ايه بيقولوا واخد ليلتين ورا بعض وما مطبق, مطبق كانه ورا مطبق آه. فيصحى تاني يوم مصدع جامد طيب برضو بعد من كلام حضرتك ليه احنا هنعالج الشخير بس يعني بنوجه الناس اللي عندها شخير وما بتتعالجش ليه انت لازم تتعالج؟ بالظبط احنا بنعالج الشخير لثلاث اسباب. مم. السبب الاول رق... اجتماعيا أيوة. يعني ان هو صوت مزعج ان هو مشكله مضايقه اللي حواليه بالظبط رقم اثنين آه علشان الكواليتي اوف لايف او طريقه حياته نوعيه ال حياته نوعيه نومه بالظبط هو طول ما هو نايم بالليل بيصحى مم. أو مش بينام كويس، طول بقى بيصحى بالنهار هو حاسس إن هو نايمان ومش أيوة قادر ينتج أيوة. وكسلان. ويجيله أيوة. أيوة. بقى النوم بتاع وسط النهار دوت. بالظبط، يعني حضرتك قاعد مثلاً في أي مكان في القطر أو في أوتيل أو في وابتدى أو... 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 يشخر كمان في وسط الناس. رقم ثلاثة لأن نقص الأكسجين اللي بيحصل أثناء النوم ده لقيناه مرتبط بحالات كتيرة أوي حالات باطنية كتير زي ارتفاع ضغط الدم. زي ارتفاع نسبه سكر في الدم زي مشاكل في نقص الاكسجين بالنسبه للقلب فبيؤدي الى زي جلطات والقلب والذبحات الصدريه فحتى اي دكات اساتذه البطنه اساتذتنا يعني كل ما بيلاقوا مريض ما بيستجبش على علاج الضغط كويس او علاج السكر كويس يبتدوا يقولوا له طب شوف انت بتنام كويس ولا أيوة ما بعتوه بقى مهم النوم مهم جدا طيب انا كنت اسال حضرتك سؤال لكن يعني انت جهد. جاوبته تقريبا لكن انا عايز اعرف هل كل واحد بيشخر لازم يتعالج؟ ولا لازم يكون عنده المشاكل ديت اللي هي انه ما ينامش كويس وينام في وسط النهار وما يبقاش عنده طاقه الصبح او صداع زي ما حضرتك اشرت يعني هل في, في علامات معينه تخليه لازم يروح يتعالج؟ هو في اربع علامات اساسيه مم. ان الورق ان الانسان يكون شوط الشخير عالي قوي لدرجه ان هو بيصحي اللي حواليه ايوه ان هو بيصحى بالنهار عنده صداع مم. او بيصحى بالنهار عايز ينام كتير او ابتدى يشتكي من ضغط دم مرتفع او سكر او مشاكل في القلب مش بتتعالج بسهوله بالادويه بس مش بتستجيب مش بتستجيب الادويه بالظبط الحاله دي لازم نبتدي نوجه الشخير. طيب تمام يحصل ايه بقى لو ما اتعالجش اكشوالي بيزيد يعني احنا دايما المرضى مم. يجي يقول انا ما كنتش كده زمان يعني انا كنت في الاول بشخر بس الصوت قليل ابتدى الصوت يزيد ابتدى الصوت يزيد وابتدى اتخنق ابتدى اتخنق وابتديت انام بالنهار يعني فهي يعني هي اه حتى الناس اللي بتشخر وما بيشتكيش من حاجه واللي جنبه ما بيشتكيش بنقول له بس اتليست خلينا نتابعك يعني هل بتزيد ولا انت زي ما انت كويس قابل للمتابعه عشان نشوف لو زاد نتدخل طب نعيد تاني الاربع حاجات برضو عشان الناس تنتبه لها لو الصوت الشخير عالي عالي لو في بالنهار بينام كتير بينام لو في صداع بيصحى الصبح بصداع أيوة. وبالتالي مش أو مش قادر ينتج كويس م. رقم اربعه لو معاها مشاكل باطنيه ما, بتتج... ما, ما بتستجيبش للعلاج تمام تمام طيب كل اللي حضرتك بتقوله ياكد لنا ان الشخير مش حاجه بسيطه ولا مجال للسخريه ابدا ولازم الناس تبتدي تتعامل معاه بجديه هنروح نشوف تقرير مع الناس في الشارع نعرف من خلاله ازاي هم بيتعاملوا مع موضوع الشخير ده وهل هم عارفين ان هم بيشخروا اصلا ولا لا؟ تعالوا نشوف لما يكون عندي برد انفلونزا ما اعرفش اتنفس من مناخيري بتنفس من بقي فطبعا بالتالي بيترتب على كده ان انا ممكن يحصل لي زي نوع الشخير كده بالنسبه للشخير ده جوزي بس تقريبا هو ممكن يكون عنده اللحميه أنا عندي مشكله في التنفس وبالتالي بيحصل مني اصوات وانا وطبعا ممكن بتزعج الانصر الاخر برضه في حد اعرفه بيشخر ونائم نايم جدي بيشخر ونائم؟ نايم اه بيشخر وانا ساعات اه بيعمل لنا ازعاج واحنا نايمين وبتاع ساعات اه هقول لها قبل ما اتجوز اقول لها انا بشخر وخلاص اكيد السبب الشخير التعب انا بشخر من التعب مش بشخر منها تعبان يعني بتهمت فاهم الدنيا بتبقى بايظه خالص احيانا طبعا جوزي بيتضايق من الموضوع ده و... انا رحت للدكتور انا ما عنديش اي شيء بس قال لي ان انا انا بحب تمام انام على حاجه عاليه فبتعمل التقاء الانحناء لراسي فهي اللي بتؤدي للتنفس بصعوبه فبيزر الصوت ده بساعد بشخر وين بس مش مش دايما احيانا عشان هو بيدخن كتير فممكن من التدخين وكده او ما يكون مثلا رقبته مش معدوله على المخده وبيحصل نوع من الشخير يعني بيضايقني طبعا يعني بالتاكيد بقوم من النوم طبعا في مشكله طبعا بصوته بيبقى عالي وبيبقى فيها احراج حتى لما يكون عندي ضيوف مثلا بقينا اصحاب يعني الشخير ده بقى مصاحب لينا <applause> ربنا يشفيهم لان الموضوع ده الشخير اللي هو ضيق في الجهاز التنفسي يعني ده يا ريت يعالجوه لان هو بيبقى بصراحه مقزز ومش كويس والناس بتنفر منه عمي فعلا عنده الموضوع ده صعب صعب جدا يعني عنده نفسه ثقيل جدا لدرجه أنه هو اصلا ما بيعرفش اصلا يرتاح ما بيعرفش ينام اساسا يعني دكتور مين يا باشا دكتورنا ربنا نروحش للدكاتره مكملين كلامنا مع الدكتور احمد ياسين مدرس الانف والاذن والحنجره في جامعه اسكندريه واستشاري جراحات علاج الشخير. الحقيقه احنا شفنا تقرير لطيف قوي وبعدا عن الكوميديا اللي فيه لكن الحقيقه واضح انها مشكله ومشكله عند ناس كتير وكل واحد يا اما هو يا اما يعرف حد قريب له فرأيك ايه يا دكتور في التقرير ده <applause> يعني الحقيقه؟ شايفك كنت متفاعل معاه يعني. اه انا كنت عايز اقول لحضرتك هو في برضه كونسبت او يعني مفهوم, مفهوم. عند الناس كتير ان اللي بيشخر عنده لحميه. ايوه. وده كان زمان يعني يمكن م. الكلام ده مظبوط او يطبق فعلا في الاطفال. أه. يعني فعلا معظم السبب الشخير في الاطفال اللحميه أيوة. في الكبار لا. قعدنا سنين طويله كنا متخيلين برضو ان السبب الشخير بس سقف الحلق زي ما حتى ما جه في الانيميشن في الاول سقف الحلق بيبقى تحت او بيسموه نازل شويه تحت مرتخي اه فبي اه فبيتذبذب اه احنا كنا بنعمل عمليه حتى زمان العمليه دي كنا بنشيل فيها جزء من سقف الحلق العمليه دي كن زمان كنا لقينا ان نسبه نجاح العمليه دي لا يتعدى 50% يعني زي توس كده اهوت واحد ينجح وواحد يفشل اللي هي حاجه كده اه دي, دي, دي واحده اه مثلا فور اكزامبل منها اه <applause> ما قبل العمليه وما بعد العمليه. ما بعدها تشيل حته من سقف الحلق. واللهاء اللوز حتة من سقف اللي هي الجزء اللي نازل تحت ده. أوه. العمليه دي كان نسبه نجاحها مش عالية قوي لدرجه ان في ناس كتير حتى في التقرير قال لا لا عمليات لا ويا ريت يلاقوا علاج للموضوع ده هو مم. لان احنا ابتدينا بقى ندرس الموضوع أكتر لقينا إن في مشاكل تانية غير بس سقف الحل هي اللي بتسبب الشخير ده إذا خدنا بقى للأسباب أنا زمد. عايز الأسباب بالتفصيل أوكي. عشان كل واحد يمكن يعرف هو قريب من أني سبب يعني في أسباب <applause> عامة في شكل الجسم من بره يعني دايماً نقول إن السمنة أو الكيرش مثلاً أو يعني الجسم كله لما يبقى زيادة في الوزن أي. ده بيزود الشخير او الانسداد ليه لان هو الدهون ما بتتراكمش بس في الكرش بتتراكم برده في الرقبه هنا بتتراكم جوه اللسان نفسه، فكل آه ده بيكبر المنطقة ده هي دهيت بيغير التشريح بتاع, بتاع المنطقة ده. فيخلق بقى مسارات معينة تعمل صوت. تعمل صوت الشخير بالظبط، أيه فده أيه أحد الأسباب. حتى احنا كنا دايما نقول إن اللي بيلبس قميص مقاسه أكتر من 17 ونص 18 وطالع ده مساحة الرقبة بتاعته عالية ده غالباً عنده شخير, شخير أو انسداد في التنفس لأنه آه حاجة كده يعني يعني عامية كده. آه 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 الحاجة الثانية آه في حاجتين باطنيتين احنا بنتاكد ان المريض دوت ما عندوش يعني مش ما عندوش المرضين دول علشان ممكن يؤدوا للشخير مم نقص افراز هرمون الثيروكسين اللي هو في الغده الدرقيه مم كسل الغده الدرقيه يعني ايوه وارتجاع المريء ايوه الناس اللي عندها ارتجاع في المريء اللي هو بياكل وينام على طول دوت الحامض اللي تحت ده بيطلع بيخلي المنطقه دي تورم مم او اللي عنده نقص في الهرمون بتاع الثيروكسين ده هو بتاع الغده الدرقيه برضو بيخلي المنطقه دي ورمه بتضيق نفس الفكره نفس بيقول الورم يضغط يوم المجرى يضيق يوم يعمل صوت يروح مشخر تمام فاحنا لو عالجنا دول اللي يروح عنده شغير. يروح شغير ممكن سيمبلي يعني من يخس في الوزن خس يعني لو عنده نقص في الوزن يظبط الغده الدرقيه ويعالج معدته ويعالج المعده ده في الاول كل ده يوقف ده كل ده ممكن كده دخلنا في جراحه ولا في ولا اي حاجه ده يمكن ده العلاج الدوائي في الاول نيجي بعد كده بقى للمنطقه دهيت في حاجة اي حاجه بقى تؤدي الى انسداد في المجرى ده يؤدي الى يؤدي الشخير من اول الانف مم. الانف ممكن اي حاجه تسبب انسداد في الانف لغايه سقف الحلق لغايه اللسان لغايه الحنجره زي ما اقول لحضرتك احنا كنا في الاول متخيلين هو سقف الحلق بس او اللحميه بس ولكن احنا لما لقينا ان نسب النجاح بتاع العمليه دي مش عالي قوي ابتدينا نعمل للناس دي مناظير اثناء النوم يعني لان ده بقى اللي بيسموه منظار النوم منظار النوم وتعرف تعمل منظار وهو نايم؟ وهو <applause> نايم اه ازاي <applause> بقى؟ كان أول لما ظهر المنظار دوت كان يخلوا المريض يز يفضل صاحي لمدة يومين بحيث إن هو يجي على اليوم الثالث خلاص يغمى عليه عايز خلاص <applause> عايزين فيستحمل المنظار وهو داخل وإن كان إحنا جربنا الموضوع دهوت لقيناه مش ناجح لأن المنظار آه. بنثبته في السرير وبنطلع بره ونسيب المريض ينام يتحرك الصورة تروح نيجي نظبط المنظار هو يصحى فبقينا وصلنا لطريقة إن إحنا ندي للمريض دواء الدواء ده هو يخليه ينام زي بالظبط ما هو نايم في البيت مده 10 دقائق مش تخدير ده نوع من التهدئه كده آه منوم خفيف منوم خفيف آه. بالظبط ويبدا العضلات ترتخي زي اللي بيحصل وانت بقى تتفرج واحنا شايفين بقى ايه اللي بيحصل بالظبط آه. لقينا في اسباب كتير غير سقف الحل آه. لقينا ان جدار البلعوم هو ممكن يتطبق من الجنب آه لسان المزمار اللي في الحنجره يقفل آه. اللسان نفسه يبقى كبير اكتشفتوا بقى كل الحاجات زي اللي بتتدخل بالظبط كان في الاول برضه كنا بنشوف الحاجات دي ومش عارفين نعالجها ازاي ما, فيش عمليات تصلح الكلام ابتدى الموضوع يتطور والتكنولوجي تعلى قوي لغايه لما لقينا نصلح كل حاجه من الحاجات دي طيب ده يدخلنا بقى لموضوع دراسه النوم أوكي. وحاجه بقى اسمها السليب لاب, لاب. اللي هو معمل النوم وده موجود ومش في تخصص كنتو بس بالظبط بيخدم تخصصات كتير بالظبط يعني الامراض الصدريه من اوائل الناس اللي اشتغلت في معنى النوم طبعا الـ 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 الامراض اللي هو النفسيه والعصبيه أي. واحنا يمكن انف في اذن معاهم ان أوه. احنا نشخص الهدف من دراسه النوم غير منظار النوم منظار النوم بيشوف المنظر ايه اللي جوه وايه اللي بيعمل الصوت وايه اللي بيت واللي بيتهزوا واللي بيتسدوا كل حاجه لكن دراسه النوم هي بتفرق هل دوت عنده شخير فقط مم. ولا شخير مع انسداد في التنفس اثناء آه اللي هو الاخطر الاخطر بقى احنا عندنا اعتبرها. صوره اه المعمل ده لما بيدرس يعني أيوة. يمكن الصوره دي هو في ناس كتير متخيله ان دراسه النوم دي حاجات صعبه قوي وحاجات هتخش جوه جسمي وابر وحاجات ده يمكن منظر لحاجه يمكن هم في كذا ليفل من دراسه النوم كذا مستوى ده يمكن اضعف مستوى وان كنا بنستخدمه في السكريننج في الـ ان احنا مفيد مفيد ان هو يكتشف الحالات وتعمل عليها دراسات اكتر بالظبط بالظبط كده ولقينا ان الحاجات ان الدراسات اللي هي دي زي الساعه كده المريض ممكن يلبسها في البيت عنده دي تقول لنا هل هو غالبا عنده اختناق ولا هو بس بيشخر بس مم. ولما درسنا الفرق ما بين دي وبين الدراسه الكامله بتاعه النوم اللي هو يبقى فيه واحد قاعد بيتفرج عليه وهو نايم اللي هي ليفل 1 اول واحده ديت لقينا ان تقريبا هم زي بعض حوالي 80% من الـ من الريزلتس تمام فده يخلينا ان في 20% اه يعني لما المريض يشتكي واحنا نلاقي النتيجه مش صح نعمل له اختبار اقوى لكن لو الاثنين متشابهين ممكن على الاقل يعني كسكريننج يعني اه ك ك, ك كمسح, كمسح كعينات مسح وعشوائيه عشو... 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 اطلع الحالات اللي تستاهل ابحاث لد... اكتر واكتر طيب هل في علاج للشخير قبل الجراحة او بدون جراحة آه الاول قلنا لو... هنتلافى الاسباب اللي هي الـ نقلل الوزن ها. او ادوية بتاعة المعدة اللي تمنع الحمض يطلع المعدة الغدة الدرقية ولو في حاجة في الانف ممكن آه تتعالج بقى اي بقى حساسية في الانف مشاكل ب... تضخم غضاريف في الانف م. لو ممكن تتعالج الناس اللي على طول مناخيرهم مسدودة و دي ده موضوع تاني هنبقى نتكلم عليه اللي هو حساسيه الانف واستعمال الب... النقط والبخاخات وكده طيب نخش بقى في في الجراحات مين؟ وحضرتك انا اعرف ان انت متخصص فيها و... ورحت بلاد مختلفه زي ايطاليا وامريكا وفرنسا امريكا ورجعت لنا بقى مجموعه حاجات حديثه في جراحات علاج الشخير احكي لنا بقى عنها هو اهم حاجه في علاج الشخير التشخيص تمام <applause> ان احنا عرفنا الصوت طالع منين او لو فيه في انسداد في التنفس السدد جاي منين بالمنظار اللي بنعمله اثناء النوم وبدراسه النوم نقدر نوصل لل... للعلاج آه يمكن مشهور قوي آه ان العلاج ان احنا بي... دكاترة الصدرية أو والأعصاب بيدوا للمريض جهاز اسمه سيباب باب <applause> بينام بيه الجهاز ده نجاحه 100% بس كل مشكلته لغايه دلوقتي في العالم كله ان, إن المريض يرضى إن هو أنه هو يستخدم ينام بجهاز كده محطوط عليه بالظبط انا لا انكر ان في بعض الناس انا ما بقول له ما انت ما ينفعش ليك عمليه لان يمكن حالته الصحيه ما تنفعش ياخد تخدير او او هتبقى العمليه خطر او خايف او هو خايف او كده او وزنه زياده قوي فمحتاج لازم يخس الاول فاقول له ياخد الجهاز فالجهاز الجهاز ده يعني لا لا غبار عليه ولكن احنا بن بنحاول نصلح الناس اللي هم مش هيقدروا يستخدموا الجهاز بدل ما نقول لهم خلاص ما فيش اوبشن وتعايش بيه صح فإن إحنا نحاول نصلح كل المجرى دهوت من الداخل. آه ودي اللي إحنا بنسميها المالتي ليفل سيرجري، اللي هو جراحات متعددة المستويات. المستويات. من أول الأنف <applause> لغاية سقف الحلق والبلعوم للسان لغاية الحنجرة. م. إحنا آه كل دوت من جوه، يعني إن إحنا نوصل نصلح كل دهوت من الداخل. معظم الناس اللي بيبقى عندها مشكلة سدّة مجرى التنفس زي ممكن التضخم اللوزتين مم. تضخم اللحميه تضخم غضاريف حاجه واضحه قدامي اقدر لو شلتها أو, أو, او اوسع السكه اوسع دي. الدنيا هو بيحس بتحسن رائع وما محتاج بقى يلبس جهاز خالص انا من غير قطع كلامك لسه حفيدي اربع حلو. سنين كان بيشخر بشكل غير طبيعي ففعلا كانت اللحميه كبيره واللوز كبيره وعملهم له اختفى الصوت لدرجة ابني بيقلق <applause> يقوم يتأكد <تأكل> انه متنفس لان هو كان علامة نومه انه يسمع صوت إن الشخير بالظبط آه آه هو نفس الفكرة في الكبار طبعا العمليات الكبيرة اللي بنعملها في الكبار ما بنعملهاش في الاطفال يعني الاطفال معظمهم اللوز واللحمية لكن في الكبار بنقدر بقى ان احنا نغير شكل البلعوم من جوه نشد سقف الحلق من غير ما نشيل منه حاجة آه اللسان نفسه بقينا نقدر نصغره من جوه باجهزة اه زي الليزر وزي الكوبليتور والحاجات دي دي اجهزه بيقولوا لي في جهاز معانا صورته بيقولوا بيتحط برضه في من الداخل فبرضو حضرتك يمكن دي بقى ان شاء تشوف الله تشوف الصوره كده وتعلق لنا عليه و ده ان شاء الله المستقبل الجهاز ده انا اتعلمت عليه كان في في كاليفورنيا آه. آه. اسمه انسباير آه. سيستم هو الجهاز دوت بيتعمل مش مش للناس اللي بتشخر بس أوه. للناس اللي هي بتتخنق اثناء النوم هو عباره عن حاجه بتتحط في الصدر بتتزرع كده هو جوه العضلات بتاعت الصدر وليها سلك صغير بيتزرع جوه عضلات تحت وفي حاجه بتحفز الاعصاب اللي موجوده فوق اول لما المريض يبدا يتخنق او يضيق النفس يحفز الاعصاب اللي مسؤوله عن مجرى التنفس العلوي ده هو تزق اللسان لقدام وتزق سقف الحلق لقدام تفتح النفس وهنا ما يحتاجش يصحى ما يصحاش مش هيصحى هنا العين خف تماما مم. خف تماما انا يعني كنت متخيل ان الحاجات دي نظريه ما بتتعملش مم. خالص بس لقيتها لا دي بتحصل لقيتهم وبيركبوها وناس كبيره في السن يعني ناس كبيره بتعمل العمليه دي كنت متخيل لا دي عمليه كبيره هو بيبقى حاجات جرح صغير في الرقبه جرح صغير في الصدر جرح صغير في تحت المريض خف خف تماما مش حاسس ان في حاجه جواه ويفضل بيه طول عمره ويفضل بيه طول عمره أوه. هو كانه حط زي اللي هم بقى الاطفال اللي بتركب القوقعه عشان تسمع بيها مع الاختلاف طبعا ده بيركبه ويفضل ما يتخنقش بيه طول عمره اعتقد ده يمكن مستقبل يوصل طيب حضرتك بتحدد بقى نوعيه العمليه ازاي يعني ايه العمليه المطلوبه للمريض ده؟ <applause> بالمنظار بالمنظار وبالسليب لاب السليب لاب اللي هو الاختبار بتاع معمل النوم, النوم معمل النوم والمنظار والمنظار معمل النوم لو بقى اي بيّن ان الشخير هو شخير بس من غير اختناق او اختناق بسيط في الحاله دي احنا ممكن نعمل للمريض عمليات حتى بنج موضعي يعني ان احنا نشد سقف الحلق بتدخل من خلال الفم مريض صحي ممكن نصغر غضاريف الانف والمريض صحي ممكن نصغر اللسان نفسه ومريض صح كل ده لو هو درجه بسيطه ولو العيان يعني يقدر يتحمل لكن لو باين معمل النوم ان درجه الانسداد عاليه قوي ولقينا بالمنظار اماكن كثيره بتتسد دي لازم بقى نفتح كل مكان آه من خلال تدخل من خلال الفم او من خلال الانف من ما فيه لكن كلها عمليات مقدور عليها ومش خطيره يعني لا مش خطيره مش آه خطيره يعني المريض ممكن يروح في نفس اليوم بكثير أوي يقعد تاني يوم لو بيتخانق درجه كبيره قوي وهو حالته يعني خطر او عنده بقى مشاكل في القلب او كده ممكن يخش ليله واحده بس العنايه المركزه كملاحظه يعني مش كحاجه وتاني يوم يبدا يروح آه وتقدر تحدد له قبل العمليه نسبه التحسن هتبقى قد ايه؟ آه تقدر آه تديله آه آه نسبة اه اقدر اقول له ان ان انت غالبا نسبه النجاح 80% لا نسبه النجاح 60% آه حسب الاسباب اللي انت شايفها وقد ايه هتقدر بالزبط. تتحكم فيها؟ وحسب وزنه وحسب سنه مم. وحسب لو معاه ضغط او سكر او امراض أيوه. في القلب او يعني بتبقى زي هل كل ما تقدم السن بتبقى النتائج اقل؟ اقل آه هو دايما احنا نقول النتيجه بتبقى حلوه قوي لو المريض بالكشف كده وهو صاحي بان في سبب للسدد زي آه غضاريف الانف تبقى كبيره قوي زي اللوزتين تبقى كبار قوي اللسان كبير قوي يعني هو, هو صاحي بتبقى حاله مباشره ستريت <applause> <applause> اه ده هو بيقوله. وانس ان احنا شلنا ده هيتحسن على طول لكن في ساعات بنكشف على المريض ونلاقيه سليم خالص ما فيهوش اي حاجه زي حد في التقرير قال رحت للدكتور قال لي انت كويس ما عندكش حاجه ده بقى لما بيناموا بيبدا يوصل للنوم عايز تدوير ده بالظبط يبدا ينسد مم. ده بقى بتبقى نسبه نجاح اقل طبعا في من في نسد. جهاز تاني برده معانا صورته عايزين نعرف برده اه... ايه علاقته بالعلاج و... الجهاز دوت روبوت ده الروبوت روبوت. روبوت. ده حاجات المستقبل روبوتك سيرجري آه. اللي هو آه. اللي هو انسان الي, آلي. زي ما حضرتك شايف اربع دراعات آه. الاربع دراعات دول ممكن يدخلوا من خلال الفم <applause> من خلال البق اه بيبقوا صغيرين قوي اه وممكن يخش معاهم كمان اتنين تانيين يعني ممكن يبقى يخش ستة ست انسترومنت من خلال الفم ست الات آه. ست الات من خلال آه. الفم ويشتغل بيها على اللسان او على سقف الحلق آه. او على الحنجره من الداخل يا آه. الدكتور هو بقى اللي بيتحكم في الكلام ده من, غرفه كنترول كنترول بعيده خالص عن الجهاز ده هو م. ويخش جز... يعمل العمليه اهو ويخش يعمل العملية بالظبط انا انا اشتغلت على الجهاز ده هو بنفسي لما بتحط يا دوب كانك باصص انت اه باصص كده هو زي العين اللي هو شايفها جوه وحضرتك زي والروبوت هو كده ايدك والروبوت هو ايدي اه وهو وبيتحرك كده يتحرك كده يتحرك كده تمام تمام ايه تاني في باي ذا الروبوت اسف آه. آه. لو قطعت كلام هو موجود في مصر مم. في روبوت موجود في معهد الاورام في هنا في القاهرة بس بيستخدم اساسا لجراحات المسالك عشان البروستاتا او كده آه لسه ما اشتغلناش بيه في الفن في الانفول طيب طيب اه بس هو آه هيجي طيب العمليات آه آه العمليات بتاعت الشخير دي بتق... ممكن الحاله ترجع تاني يعني نسبه رجوعها بعد العمليات قد ايه آه والله على حسب برضو التشخيص في الاول لو هو زي ما اقول لحضرتك كان زمان كان معظم العمليات كلها احنا بنشيل 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 يعني نشيل سقف الحلق نشيل اللي آه نشيل آه آه دلوقتي على قد ما نقدر ما نشيلش بس كي. نغير أقل, اقل تدخل ممكن واقل شيل ممكن بالظبط حتى احنا نقول من ديستراكتيف لريكونستراكتيف <applause> يعني من, <applause> من جراحات تدميريه تدميريه لجراحات اعاده بناء تصليح يعني اه بنغير شكل البلعوم في الحاله دي لا ما بترجعش الا بقى لو العين بقى تخن. تخن تاني آه جات نفس المشاكل جات في آه في الموضوع في إيده يعني, يعني. طبعاً, طبعا طبعا اتمنى يا دكتور ان مستقبل العمليات الجراحيه للتخلص من الشخير يحصل فيه الله. تقدم بسرعه والناس كلها تنام من غير اصوات مزعجه <applause> بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده شرفتنا واضفت لينا معلومات مميزه وجديده بعد الفاصل هيكون معانا دكتوره ياسمين سعد استاذ مساعد الجهاز الهضمي والكبد واستشاريه التغذيه العلاجيه في مطبخ الحكيم اللي هدفنا منه هو مساعدتكم في الحفاظ على صحتكم باساليب التغذيه الصحيه السليمه استنوني بعد الفاصل عشان تشوفوا دكتوره ياسمين محضره ايه النهارده اهلا بيكم في مطبخ الحكيم وفي الفقره المحببه جدا لقلبي ازيك يا دكتوره ياسمين منورانا في مطبخ الحكيم النهارده كنا بنتناقش في حلقتنا عن الشخير والامراض اللي ممكن يخبيها وراه شخيرنا اثناء النوم هل في علاقه بين وجبه اخر اليوم او وجبه العشاء وزياده الشخير او نقصه الواحد نايم هي ولا الوجبه اللي هي قبل النوم بتزود الاحتقان او بتزود, بتزود السوائل اللي هي موجوده في المجره بتاع الانف من أيوة. ورا يبقى احنا كده خلاص دخلنا في شخير أثناء النوم أوه. فاحنا اهم حاجه ان احنا بنقول لو سمحتم قبل ما تناموا ناخد من الحاجات اللي هي ممكن الإفراز الافرازات بتاعه الانف أيوة. آه وفي نفس الوقت كمان تبقى مضادات للاحتقان و.. واحيانا بنقول لهم كمان ضد البكتيريا يعني انت يزدك. يعني <applause> ال ال الاكل اللي بناكله له علاقه بان الواحد يزيد الافرازات ويزيد الاحتقان والالتهاب في منطقه الجهاز التنفسي اه طبعا وده على كده اثناء البرد بنكتر من حاجات معينه علشان بنقول ان دي بتروح ب يعني بيخلي البرد يروح تمام طب ليه تمام انها بتقلل الافرازات بدل ما يبقى طب إيه كلنا شغالين دي من اهم الحاجات اللي بتقلل الافرازات عندنا اللي هو الشاي الاخضر ايوه عندنا العسل والليمون العسل كمان بيشتغل على حاجه اللي احنا بنسميها مضاد ليه مش مضاد للالتهابات مضاد للبكتيريا انتي سبتك بحيث ان احنا لو قدرنا نعمل المكون ده كوبايه شاي اخضر ونحليها بنص معلقه سكر عشان من برضه ما من نسببش السمنه وعليها عصره ليمون يبقى احنا كده اخذنا قبل النوم مكون ممكن ما هو هيتحلى بالعسل بنص معلقه صغيره وهنحط عليها عصره ليمون. أيوة, ايوه بس أيوة اهم حاجه واحنا بنعمل الشاي الاخضر لو سمحتم ان ميزه الشاي الاخضر ان فيه زيوت الزيوت دي طياره فاحنا ما ينفعش اغلي المية واحطها على الشاي مم لازم اسيب المية بعد ما تغلي ترتاح شويه وبعدين احطها على الشاي الاخضر سواء كان باكيت او اعشاب جاهزه أيوه لان ده بيضيع منها الفائده اللي انا محتاجاها الزيوت أيوه الطياره اللي احنا طمع بناخدها. تمام في نفس الوقت كمان غير الثلاث مكونات المهمين دول بنستعمل كمان الثوم والبصل انا جايبه بصل اخضر ممكن يبقى لان هو بيبقى اقل شويه في الحده قبل النوم؟ لا مش قبل النوم <applause> بس احنا بنضيفه على السلطات بتاعتنا أيوة. اثناء المرض أيوة. او اثناء آه. وجود الاعراض اللي عندي دي آه. لان هي برده بتشتغل على انها مضاده للاحتقان بتاع المرض عموماً حتى انتوا علمتونا في التغذيه العلاجيه ان مفيش اكل بعد ساعة 8 بالظبط كده يعني المفروض انا لو هنام 11 ولا 12 انا خلاص هيبقى بقى لي ساعتين ثلاثه واكل ساعتين قبل النوم آه. بالزيت بناكد آه. كده على مرضى معينين للجهاز الهضمي اللي هم بتوع الارتجاع آه. والتهابات المعدة لكن بالنسبة للشخير في حد ذاته احنا ممكن نكتفي بالمشروب الدافي اللي احنا قلناه بالمكونات قبل النوم على طول. ممكن اه لكن في وجبه العشاء مثلا آه ممكن احط توم وبصل بيساعدوا في تقليل الافرازات بالظبط آه. اه ده مضاد للاحتقان وفي نفس الوقت بيدي كمان طعم لان في البصل عندنا في مضادات للاكسده آه. فبرضه ده من ضمن الحاجات اللي إحنا يعني زي ما فهمت كده بيصفي المجرى التنفسي بالظبط آه. بيخليه اول حاجه بيقلل كميه الافرازات اللي نازله بيديني مضاد للبكتيريا بيزود لي حاجه مضادات الأكسدة علشان لو في اي حاجه من الالتهابات تبقى الامور احسن طيب طيب اللبن لنا. بقى احنا جايبينه ليه؟ اللبن لان احنا بنقول لو سمحتم عيان اللي بيعاني من الشخير بيقللي لي كذا حاجه اول حاجه بيقلل منتجات الالبان لان منتجات الالبان برغم انها مفيده جدا لينا يعني مش جايبينه و... مش عشان يخدم. لا ده لا ده لو سمحت نقلله مش هقول ان احنا نمنعه في نسبه كالسيوم طبعا مهمه لكن بنقلله بالذات ما نشربوش قبل ما ننام على طول لان هو بيزود الافرازات بيخلي المجرى التنفسي رطب وده بيزود نسبه اللبن بقى بكل بكل منتجاته بالظبط كل تمام. منتجات الالبان ثاني حاجه طبعا المشروبات الكحوليه بنقول لهم لو سمحتم اي حد متعود على حاجه زي كده لو سمحتم بلاش ده برده بيزود لي من نسبه وجود الشخير ثالث حاجه بنمنعها منهم بنقول لهم اللحمه الحمراء اللحوم الخمضة عموما أوه. لاي حاجه بتزود نسبه الالتهاب بتاعه الجسم يعني المرضى اللي عندهم التهابات مزمنه بقول لهم لو سمحت نقلل من اللحمه الحمراء اللحوم دي معروفه طبعا المفاصل أوه. كمان بالذات بيعرفوا ان هم يخفوا من بنقلل لهم منها لان دي بتساعد على وجود م. الالتهابات وتبقى التهاب مزمن طب احنا بنفكر الناس برده دايما زي ما كنا بنعمل في الفقره بتاعتنا الغذائيه ان احنا دي مش علاجات احنا بنساعد الناس اللي اتشخصت حالتهم ودكتورهم قال لهم علاجكم ايه ادويتكم ايه جراحه مش جراحه زي ما قلنا في الفقره مع الطبيب المتخصص لكن احنا بنساعد كمان باني بنتحكم في الاكل اللي هو ي... التغذيه بتبقى ليها دور وقائي قبل مم. المرض وفيه دور علاجي علاج. الدور العلاجي بعض الاحيان بيحل محل علاج لكن في معظم الاحيان بيساعد العلاج بيساعد. وليس ما بديل. هوش علاج وليس في حد بديل زي. لا طبعا طيب احنا برضو قلنا في الفقره الطبيه الاساسيه ان في سمنه سواء حوالين الرقبه او الكرش كل الحاجات دي من العوامل اللي بتزود الشخير طبعًا او حتى بتجيبه من اصله فده معناته ان احنا, إن احنا نرجع تاني نتكلم على التخسيس وعلى فقد الدهون والاكل اللي ما يزودش الدهون في جسمنا فدي برده لازم نجيب سيره طبعا تراكم الدهون في الرقبه وفي حوالين المجرى التنفسي بيزود من نسبه الشخير شخير. طبعا برده الدكتور متخصص بيقول ان احنا معظم الاحيان ان سببها جزء من سببها مش كله ارتخاء في العضلات فارتخاء العضلات الى جانب وجود السمنه بيخلي طبعا المجرى المجرى التنفسي الضيق فيدي صوت الشخير اللي الناس بتشتكي منه طيب الحل ايه؟ في حل دكتور متخصص بيعالج منه والحل الثاني اللي احنا بنساعد ان لو سمحتم عايزين فقدان للوزن ان احنا نخس بس لو سمحتم برضو الخسسان ده ما يبقاش فجائي ما يبقاش على فتره قصيره لان لو احنا خسينا بسرعه وكميه اه يعني وزن عالي وفتره قصيره بنرجع

الفتره اللي بعدها قدهم مره ونص مرة ما عملناش ديما. حاجه لا بي, بي... 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 بيزيدوا مره ونص يعني لو خس 10 كيلو بيرجعهم 15 و17 كيلو ياه. وفتره قليله ويقول لك لا ده المشكله فيا لا هي مش مشكله فيك المشكله ان احنا خسينا بسرعه في وقت قصير أوه. لان احنا بنخس مش عشان احنا بطلنا اكل ده مش مم. مرض هعالجه وبعدين ارجع اعيش طبيعي تاني واكل مم. انا بغير لايف ستايل مم. بغير طريقه حياه البني ادم ده بالظبط بخليه يعرف يختار ايه لما ينزل يختار اقول له لا اختار ده وما تختارش ده لما يجي يفتح التلاجة ما يلاقيش الحاجة المحت... اللي هو المضرة يلاقي الحاجات كلها الصحية اللي هو هتساعده يبقى نرجع بقى على الحاجات البنية والحاجات اللي فيها الحبوب الكاملة الخضار الفاكهة آه نقلل طبعا من السكريات اللي هي السكر اللي احنا بنحطه على م. الأكل ما فيش أي دهون خالص الدهون اللي هي في صورة السمنة في صورة الزبدة م. احنا بنكتفي بالزيوت أنا شايف النباتية أنا شايف الحقيقة ومن أنا الشخصية في الرجيم م. إن جزء كبير قوي من الموضوع مرتبط بحاجتين طريقه طبخنا للاكل اللي ما بنحاولش نغيرها وفيها مم. اشياء كثيره خاطئه زي القلي والتسبيك والحاجات دي والحاجه التانية ان احنا ارتبطنا باصناف معينه في ما المناسبات. بنشبعش الا بيها في المناسبات بالذات لا لا حتى في اكلي مم. انا مثلاً ما اكلتش مثلا طبق رز محترم مع الغدا ما احسش أنا اكلت فالناس اللي اتعودت على كده تقول لهم ايه يعني ازاي يقدر في تغيير اسلوب الحياه يتعود على اشياء تانية اكثر صحيه ويشبع برضه يبقى مبسوط ما عنده الغمامان بتاع تغيير نظام اكله دوت هو ال الانسان بيزهق من مهو. حاجتين من نفس نوع الاكل لما يتقال عليه وفي نفس الوقت كمان لما يبقى فجاه لكن لما بندخل الموضوع تدريجي ونديله بدائل بحيث ان هو ما يزهقش ايوه حته البدائل دي طبعا اه وفي نفس الوقت كمان ما يبقاش جعان يعني الميزه اللي يخس صح ان هو ما يبقاش جعان لان يعني لو الواحد جعان هيفتح ياكل اي حاجه حتى لو غلط انا تعبان انا هبطان انا دايخ فالمفروض ان احنا واحنا بنخس ما احسش بالهبوط ما احسش بالدوخه ابقى دايما عندي بدائل لما الاقي نفسي تعبان اخد ايه ومعظم الاشياء دي ناس بتقول لا انا عشان السكر وطي في دمي انا ما اه بتكلمش على مرضى السكر انا اه بتكلم الانسان الطبيعي اللي مش مريض اه كده فيقول لك لا ده هبوط السكر في مستوى الدم لا هي مش هبوط سكر هو هبوط سوائل لان من برضه من ضمن الحاجات لازم الواحد يشرب لو الواحد شبعين مش يعني عطشان له هبوط في الضغط يفتكر هبوط في السكر بالظبط كده في كتير قوي يقول لك انا طول ما انا بحافظ على كميه الميه انا ما بهبطش وباجي على ميعاد الوجبه بتاعتي باكل وبشبع وعمري ما حسيت ان انا جعان برضه أنا ليا برضه ملحوظه برضه يا ريت صح ولا غلط لازم احترم العادات الغذائيه للناس مروحش هم ما اروحش مثلا لليابانيين اقول لهم ما تاكلوش رز لا طبعا هو حياته في الرز مهو. يبقى القصه تحكم في الكميات والبدائل زي ما قلت بالظبط كده انا ما ينفعش كمان برضه ان يعني مستويات الناس برضه مختلفه عن بعضها ما ينفعش اروح أه. لحد اقول له هات لي مكسرات من الحاجات الغاليه دلوقتي مثل. اقول له لا احنا عندنا السوداني يغني فول نفس الفول السوداني آه. وبعدين لما بدي كميات ممكن يجيب كميه صغيره هتقضيه فتره اطول مم. نفس الكلام انواع الاكل عندنا اللي عندنا هنا في الفقره دي من الدكتوره رنيز حبيبتنا وصاحبتنا <applause> من الافوكادو <applause> كل ما تيجي تقول افوكادو اقول لها ده ب 60 جنيه كيلو هي الافوكادو القيمه <applause> الغذائيه فيه عاليه جدا المواد المفيده فيه اللي احنا فعلا بنحتاجها آه بس برضه يعني ممكن الاقي بدائل ثانيه تحل دا دا. ولو جزء من محلها فب... بالظبط ميرسي يا دكتوره بشكرك <applause> جدا ويا رب الوصفات دي تعجب الناس لما يجربوها وتساعدهم آه في التقليل من الشخير فعلا للاسف دي كانت نهايه حلقتنا النهارده وحابب اقول لكم اخيرا ما تهملوش الشخير لما حد يقولك مش عارف انام من صوت شخيره خد الموضوع بجد ما تعتبرهاش اهانه اكشف وشوف الاجراءات اللازمه اللي تساعدك تتخلص منه ولو عندكم اي استفسارات بخصوص الموضوع ده ابعتوا على صفحتنا على الفيسبوك وهنجاوبكم عليها ان شاء الله اشوفكم في حلقات جايه كتير مليانه معلومات هنقدمها لكم بطريقه سهله وبسيطه زي ما عودناكم ولحد ما اشوفكم ليكم مني ارق التحيات واشوفكم بعافيه